اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر من واحه الرياضات بمدينه الرشيديه. كيف ما كنشوفوا ان فريق الرحمه اللي فاز على النظير نتاعو اتحاد الرشيديه بزير باربعه اثنين يعني اربع اهداف نظيفه. نخليكم مع لاعب فريق الرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا اللاعبيه كاملين اللي قاموا بواحد المجهود كبير. كنشكروا الجمهور ديالنا وكنشكروا كاع اللي متبعين فريق الرحمه وكنشكروا المسؤولين جنود الخفاء زعما وفاموس الرحمه وتحيه للجمهور. عرفهم براسك بعدا. فريق الرحمه بوج العلمين الرشيديه الحمد لله الفوز اليوم كان فوز مستحق. الدراري كانوا رجال لعبوا مزيان وتقاتلوا الله يعطيهم الصحه. وكنشكر كل الاداره التقنيه ديال الرحمه منهم السي الرئيس سي مجيد خيري وخالد اغرود والاستاذ عزيز والسي رشيد وكاع الناس اللي فات الرحمه واللي كيتقاتلوا الله يعطيهم الصحه. كنشكروا بزاف هذه الجماهير هذه اللي شكرا لكم. فوز اليوم اللي كنشوفو كما كنشوفو تابعت المقابله كان فوز مستحق. كنشكروا كاع الدراري تبارك الله قاموا مجهود كامل ماشي غير هذه المقابله ولا تماما الموسم كامل كلشي تقاتل والحمد لله. شنو تشوفوا النتيجه في الاخر شنو عطات العطر الاكل ديالها. وكنشكروا بزاف الرئيس الفريق السي مجيد اللي تيقوم بمجهودات كبيره والسي عزيز الشداد والسي رشيد وهشام والسي خالد وكاع خالد اغرود وكاع المهم اللي كيتقاتل من برا الفريق. كنشكرهم بزاف وكنشكر اللعابه بزاف اللي قاموا بمجهود كبير وكنشكر كاع الدراري والجمهور. وكنتمنوا حد موفق للفريق الكودير اللي يصعد ان شاء الله القسم اقسم بالهوات ان شاء الله. وكنتمنوا مسيره موفقه لكاع الخوت ان شاء الله. كنتمنوا لهذه المدينه الخير ان شاء الله. وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وشكرا بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر هاد الناس كاملين تقاتلوا معنا في هذا الموسم اللي لعبنا صعيب. بدينا بواحد البدايه سهله ولكن من بعد ريكيبيراو الدراري ولعبوا بون ماتش. جبنا كاع لي بوا في كاع لي ماتش ما خسرنا حتى شي ماتش. شكرا للسي مجيد شكرا للجنود الخفاء اللي تقاتلوا معنا شكرا للسي عزيز شكرا لخالد الغروط. كنقدموا الشكر لهذا الجمهور اللي عاونونا بزاف ووقفوا معنا في رغم الظروف وهذا الشيء اللي عارف البلاد كي دايره ما عندناش تيرانات راه كتشوف التيرانات كي دايرين. المهم رغم هذه الظروف كنتقاتلوا غادي نوصلوا ان شاء الله لاحسن كنشكروا السي الرئيس السي مجيد خيري اللي كيتقاتل معنا والسي عزيز الشداد والسي هشام والسي خيدا غرود والسي سليمان والسي مصطفى البيضاوي. كنشكروا جميع المسؤولين وجميع اللعابه اللي تقاتلوا معنا من بدايه المقابله. وكنشكروا كاع الجمهور ديالنا اللي كيجي يحضر معنا في اوقات اللي مزيره علينا. وكنشوف التيران ما عندنا فين لعبوا الحمد لله. كنشكروا السي مجيد خيري اللي كيتقاتل معنا باش يجيب لنا ماتيريال. الحمد لله كاينه وسي مجيد هذه كلمه سيد الرئيس رئيس نادي الرحمه بمدينه الرشيديه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنبغي نشكر اللاعبين على هذا المجهود الكبير ديالهم اللي داروه في طيله الموسم. وكنبغي نشكر السي عزيز شداد على العمل ديالو اللي الحمد لله بان على ارض الواقع. وكنطلبوا ان شاء الله من العصبه باش ان دينا المولوغاسيون باش حنا نعرفوا راسنا فين كلاسيين. حنا ما كنقولوش في الكلاره ما طالعاش ولكن حنا بغينا نشوفوا العمل ديالنا ديال الموسم فين تكلاسينا فيه. واش الجوجين واش الاولين واش الثالثين باش نعرفوا العمل اللي خصنا نقوموا به من بعد هذه البطوله هذه ان شاء الله. وكنتمنى هذه الرياضات نادي الكودير الصعود ان شاء الله هذا الموسم هذا لاقسام الهوات باش يمثل المدينه الرشيديه باش يكون عند اللاعبين ديالنا ديال المدينه الرشيديه واحد الطموح باش انهم يلعبوا في الفريق الاول ديال المدينه ديالهم. وشكرا لكم جزيلا. حد موفق مستحق فريق الرحمه احد عاوتاني كابيتان ديك كابيتان هذا كابيتان ايزاك واخا كبير ما باقي غير في العمر. السلام عليكم. شكرا للمتتبعين شكرا للجمهور ديال الواحه ديال الرشيديه. كنبغي نقدم الشكر للسيد الرئيس مجيد خيري خالد اغرود السي رشيد السي هشام سليمان اللي ما كاينش. كنقدم الشكر لكاع هاد الناس هادو اللي صراحه انا راه بلا بكم اللي راه البلاد خاويه
كنقدم الشكر للاعبين اللي تقاتلوا وكنتمنى ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى ان من هنا القدام يكون الخير. وكما كتشوف راه طاقه شابه 2004 و2004 الدراري اللي حدايا راه 2003 وان شاء الله راه يكون خير من هنا القدام ان شاء الله. نشوفوا رؤوسنا ونشوفوا كاع الدراري ديال المنطقه في بريمير ديفيزيون ان شاء الله. وشكرا لكم. بارك الله عليكم. الله يوفقكم. كاين صافي تقول هادشي متابعي قناة شوف تي في، كنتم معنا في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية وبالضبط بواحات رياضات في مدينة الرشيدية في الماتش الكروي اللي كان كيجمع بين